ماما ممكن يكون مرتين، شكلها ما راح ماخذها. والله ما راح عدا ماخذها، لا تشوفي بس شكله بابا اللي مخبيها عشان ما بدروش، عشان هيك ضبها. خلينا راح اسأله بابا. نعم يا بابا. انت اللي مخبي كورتي. انا اللي مخبي كورتك يا بابا. ليش؟ عشانك دائما بشوفك تلعب في الكورة او ما بتدرسش يا بابا. الدراسة اهم من الكورة. سلامتك 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 بابا. نعم يا بابا. بنفع اروح العب مع اصحابي كورة؟ انا درست وتعبت. تلعب كورة برضو؟ طب درست؟ خلصت كل واجباتك؟ ولا اشي عليك؟ ماشي، روح مع اصحابك بس ما تلعبوش كورة في الشارع. تاخذ اصحابك وبتروح على النادي تلعبوا، مفهوم؟ يلا حبيبي يا بابا، وما تطولش برا في الليل، ماشي؟ تجي بسرعة وتمشيش عند السيارات، ماشي؟ حبيبي يا بابا، الله يرضى عليك، تجي بسرعة يا بابا. اندومي اندومي يا حبايب، اندومي 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 يا حبايب، اندومي اندومي يا حبايب، اندومي اندومي اندومي، وينكم يا حبايب؟ اندومي اندومي. يا الله، هي عمو بيبيع اندومي. يا الله، انا صرفت مصاريه كلهم، بدي اروح اساله باكم الاندومي عشان بكره اجيب مصاري واشتري منه. اندومي اندومي يا حبايب، اندومي بالخضار، اندومي بالدجاج يا حبايب، اندومي. عمو عمو باكم الاندومي. الاندومي هذا يا عمو والهوا وقع الاندومي، هذا يا عمو باثنين شيكل. نعم يا عمو. الاندومي هذا الباكيت بشيكل وهذا باثنين شيكل، ماشي عمو؟ هذا باثنين شيكل وهذا بشيكل، ماشي حبايبي حبايبي. اندومي اندومي اندومي. طب يا عمو انا بدي اندومي بس ما عندي مصاري. معكش مصاري؟ طب اسمع يا عمو، انا بدي اديك اندومي بس بشرط بتعرف واحد ممكن هنا يقعد يساعدني يشتغل معي. لا يا عمو. تعرف ايش؟ طيب ماشي، هاي هذا بدي اديك باكيت الاندومي بس بشرط بدي تجيب لي واحد يساعدني هنا في البيع، ماشي حبيبي يا عمو. بكره بتجيب لي اياه، ماشي؟ شاطر يا عمو. عمو انا بدي اروح اجيب مصاري وارجع لك. طيب ماشي يا عمو حبيبي، يلا يلا. اندومي اندومي يا حبايب، اندومي 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 يا حبايب، اندومي. يا الله، انا بحب الاندومي كتير بس المشكلة بابا بيخلي ناس ناكل الاندومي ولا نعدي عدار. بس خلص خذيه هنا، خلينا اقول بابا بابا. ابو نشأت ابو نشأت ابو نشأت. شكله مش خلينا راح اعمل الاندومي عشان اكله. سلام، هاي الاندومي صار جاهز بس بدي ابلش اكله قبل ما يجي بابا. يا هاني، هذه الريحه مش غريبه علي، ريحه اندومي اندومي في الدار. صوت بابا صوت بابا، خليني اروح انزل. انا متاكد ريحه اندومي يا عم. عن جد ريحة اندومي بتهيئ لي. هاي 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 الاندومي اندومي. انا عارف اندومي. مين اللي عامل اندومي؟ معقول ما راح اعمل اندومي في الدار ولا نشأت؟ طيب ماشي ماشي يا مرحو نشأت، لقيت بشوف مين اللي عامل جايب لي اندومي على الدار، مع اني محرج ممنوع الاندومي يخش الدار. ماشي يا اولاد، لقيت بشوف مين. ماشي، لما اشوف مين عامل الاندومي في الدار. مرح نشأت. ماشي ماشي يا اولاد. نشأت وين نشأت؟ معقول هالقيت مش جاي من برا؟ خلص يبقى ما فيش الا مرح، اكيد مرح، انا متاكد انه مرح. ماشي يا مرح. ماشي. اجيتك يا مرح اجيتك. يا ليش يا لو ليش انه بابا لو عرف انه انا اللي عملت الاندومي وين بدي اروح يا ناس؟ خلينا اروح على تبع الاندومي. مرح؟ وين مرح الثانيه؟ مشان مرح؟ الله اكبر، يكون متخبيه فعامله جريمه ومتخبيه. اخ منك اخ اخ. فش لما راح مراح؟ وين يعني راحوا الاولاد؟ عاملين مصيبه في الدار وشاردين. ماشي بس ارجعوا. ماشي ماشي يا مراح ونشأت. هي وين عمو تبع الاندومي؟ مش هناك؟ خليني اروح عنده عشان ولا حد يسرقه وابيعه كمان. اندومي اندومي يا عمو بالشان. اندومي اندومي اندومي.
مشان اخلي ابنه صغير. خلاص يلا بشتري من ابني. يلا اندومي يا حيوني، اندومي. كم الاندومي؟ هذا الاندومي بثلاث شكل. ايش بثلاث شكل واحد؟ لا قصدي ثلاث باكيتات بشكل. ثلاث باكيتات بشكل. تو ابو بقول لي الباكيت بشكل. خلاص شكله هذا ما اعرف يبيع. خلاص هالقد راح انادي اصحابي ونشتري الاندومي كله من كله منه. اسمع اسمع. نعم نعم. بدك تيجي كريمة سنينية. انا نشتري، بدي اشتري، بس ده راح الاقي اصحابي كلهم ونشتري منك كل الاندومي. ايش هذا الذهب اللي بده يشتري كل الاندومي هو واصحابه؟ ايش هدول زباين؟ من وين هدول اجوا؟ يا سلام! ايش؟ بعت كل الاندومي؟ كم بعته؟ هدول؟ والباقي؟ والكمان مصاري؟ بس هدول المصاري؟ ايش بتحكي انت؟ الثلاثة بشكل. ايش؟ ثلاثة بشكل. بيع الثلاثة بشكل؟ عمو ايش مالك؟ انا بعت لك الاغراض كلها. ايش مالي؟ انت بعت لي الاغراض كلها؟ انت خسرتني يا عمو، انت دمرتني، انا هلقيت بدي اورجيك ايش مالي، تعال تعال. زي الحرامية هيك بابا. ايش عم البياع تبع الاندومي؟ انا بعت له الاغراض بعدين صار حرفية. مين عمه؟ عمه تبع الاندومي. تبع الاندومي ليش انت ايش عامل معه؟ بيع له الاغراض. بعت له الاغراض؟ طب وين المشكلة لما تبيع؟ اكيد بيعهم بمخ. وانت ايش دخلك؟ تعال تعال هنا. وانت ايش دخلك تبيع له الاغراض يا بابا؟ ايش دخلنا في الناس يا بابا؟ الله يرضى عليك بابا. نعم. وانا خسرت لك. انا خسرت. ماشي عرفت، عرف من غير ما تحكي. هلقيت بدي اسالك سؤال وتجاوبني. جاوبني بصراحه عشان اليوم احنا ما نزعلش من بعض. ماشي. مين اللي اكل اندومي في الدار؟ مين اللي جاب الاندومي واكله في الدار؟ بصراحه يا بابا. بصراحه بصراحه. بس ما تضربني. لا لا انا ححبك كثير اذا حكيت لي الصراحه. احكي. انت اللي اكلت الاندومي؟ ما انا عارف انه انت اللي اكلت الاندومي. مش احنا يا بابا اتفقنا ممنوع ناكل الاندومي ولا نجيبه عندنا على البيت؟ انا يا بابا بحبه. بتحبه؟ في شغلات مفيدة اكثر من الاندومي يا بابا. ممنوع تاني مرة تاكل الاندومي. ماشي يا بابا. وانا فكرت اختك ما راح منيح مكانتها، ما راح كان ابصر ايش سويت فيها. ماشي يا بابا. ايش هي؟ شغلات كتير كتير. ماشي هيك احنا خلصنا فيديو اليوم. لا تنسوا تحطوا لايك شير سبسكرايب وما تفعلوش. لا لا فعلوا فعلوا زر الجرس. بنتشكر كل شخص شاهد الفيديو حتى النهاية وبنتمنى الفيديو يكون بابا عجبكم. بابا استنى وما تنسوش تحطوا تعليق. تعليق حلو مثلكم. وين ما راح؟ ما راح.
مش عارف وين مرة؟ اه ما راح شكلها بتلعب تحت مع صحبات البنات. ماشي، يعطيكم العافية، نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.